نتكلم وناخد من تصريح رينا فايلر ان الفوز هو اللي بيقعده، لان بالفعل النادي الاهلي لا يعي او لا يدرك غير البطوله، وده الملاذ عند جماهير النادي الاهلي المسطرة. بالظبط. فعايزين نقول اللي بيسال انتم ابطال على مين؟ لا احنا ابطال على كتير جدا يا فارس. عايزين نستعرض المواقع بقى خارج مصر، يعني بالنسبه لسؤال ابطال على مين؟ لا احنا نتكلم خارج مصر الاهلي بيقولوا في ايه؟ عيون الغرب. بالظبط. جريده او صحيفه ميرور اتكلمت عن النادي الاهلي من ضمن الأندية الـ30 الأنجح، هو على رأسهم ب118 بطولة، وده ما كانش أول مرة يا أحمد الصحف العالمية تستعرض مكاتب النادي الأهلي، لأن موقع جول سبق وتناول نفس الفكرة وقال إن النادي الأهلي الأول عالميا ب117 كان لسه قبل بطولة بطولة الدوري قبل الأخير، بطولة الدوري. بس هو المفروض يحسب بطولة الدوري بأكتر من كده. بس عايز أؤكد إن البطولات دي يا فارس مستبعد منها بعض البطولات زي البطولات العربية اللي هي الإقليمية، وبعض البطولات ممكن زي دوري القاهرة. والنادي الأهلي بعت رسالة للموقع بالبطولات الـ18 اللي تم استبعادهم، ومن الموقع لموقع آخر وهو موقع أو مجلة الفرنس فوتبول اللي اختارت النادي الأهلي ضمن أفضل 30 نادي في العالم وترتيبه 21. ده برضه يا فارس كان النادي الوحيد خارج أوروبا والأمريكتين، يعني بالظبط أنت النادي الوحيد خارج قارة أوروبا وخارج والأمريكتين أمريكا الشمالية اللي والجنوبية دخلت ضمن اللي دخل أفضل في القائمة 30. دي. واتفضل كم عندنا كمان استفتاء الفيفا اللي احنا كنا بنتكلم فيه، 4 لاعبين تم تصنيفهم هم الأنجح في تاريخ أفريقيا أو لاعب أفريقيا لكل العصور. الـ4 لاعبين كان في منهم 3 لعبوا للنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد أبو تريكة، كابتن حسام حسن، ومحمد صلاح خارج اللاعبين اللي لعبوا للنادي الأهلي. بس عايزين نوضح للناس ان طبعا ده كان استفتاء عامله الفيفا، فبعض الناس يقول لك ده استفتاء واختيار من قبل الفيفا. لا احنا هنا الاهم انت اخترت مين. انت اكيد لما بتضع استفتاء من وجهة نظرك او من وجهة نظر موقع الفيفا انت بتحط من وجهة نظرك انت الافضل. الفيفا فانت حطت مين في بالظبط، الترشيحات؟ فانت حطيت مين في الترشيحات؟ حطيت 3 من لاعبي النادي الاهلي، ودي حاجة بترد دايما على فكرة ان افضل لعيبه من خارج النادي الاهلي. لا، على مدار تاريخ مصر افضل اللاعبين دايما بيكونوا منتمين للنادي الاهلي، ده قالوا الفيفا. وبرضه في استفتاء الفيفا عن افضل 20 لاعب في القاره كان فيه برضه لاعبين من النادي الاهلي على راسهم كابتن محمود الخطيب والكابتن حسام حسن والكابتن صالح سليم والكابتن هاني رمزي ولاعب من نادي الزمالك والكابتن حسن شحاته فارس. واعتقد بتوضح الامور ان على مدار التاريخ لعيبه النادي الاهلي مؤثرين في النادي الاهلي وفي الكره الافريقيه. قيمه النادي الاهلي بتنعكس في ذا سن لما قال ان من الحرب العالميه الثانيه قاس بدا عمل المعيار من اول السنه اللي كان فيها الحرب العالميه الثانيه فيما بعد، قال اطول سلسله لا هزيمه كان النادي الاهلي الثالث ب55 مباراه بعد فريق يونيون البلجيكي 60 مباراه وسلتك كان 62 مباراه. اتكلمت الجارديان برضو في نفس الانجاز، والصحافه الايطاليه اتكلمت قبل كده في 2014، عايزين نتناول الحته دي احمد وقلنا هنوضح للجمهور 2014 لما اتكلمت ان النادي الاهلي ازاح الميلان من على عرش الاكثر تتويجا والانديه الانجح، وصدر تصريحات من جلياني وقتها اللي هاجم اللي هاجم النادي الاهلي وقال انه نادي موجود في افريقيا فما ينفعش نقيس على اوروبا، وكان ذنب النادي الاهلي انه بيحقق النجاحات دي وسط ملاعب وسط اجواء وسط ظروف مختلفه تماما على المنافسات في اوروبا والمتاح للانديه اللي بتلعب في اوروبا. لا وبالنسبه بقى اللي بيقول ابطال على مين محليا لا ده بيقول ابطال على مين، ده الميلان بيعترف ان هو النادي الاهلي تفوق عليه في البطولات، وكمان موقع برشلونه الرسمي برضو استعرض البطولات العالميه او البطولات القاريه للنادي الاهلي، وبرضو كان وقتها الاهلي كان في الصداره قبل ما طبعا ريال مدريد يستفيق على يد زين الدين زيدان ويحقق بطولات متتاليه. وبالنسبه لمحليا لان بعض الناس برضو قللوا من فكره ان النادي الاهلي الاكثر تتويجا، طب ما هو في بطولات افريقيا. نفس الناس دي كانت دايما او ما زالت بتتباهى بفكره او تفتخر بفكره 2003. ان نادي الزمالك هو افضل نادي في العالم 2003 وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. هنا انا مش بستشهد بفكره الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء كوثيقه معتمده، لا انا بستشهد بيه لاستشهاد المنافس بيه، بنوضح دايما وباكد على النقطه دي. بس المشكله ان بعض الجماهير او غالبيه الجماهير في مصر مش واصل لها ان النادي الاهلي حصل على نفس اللقب ده افضل نادي في العالم شهرين او مرتين، اذا كان الزمالك حصل عليه مره فالنادي الاهلي حصل عليه مرتين 2006 و2007 بالظبط، وكان النادي الاهلي يعني، لكن جماهير النادي الاهلي مش عارف ساعات كتير ما بتتكلمش على الحاجات دي. انا الاكثر تتويجا على مستوى العالم لفترات طويله جدا، فبالنسبه لي طبعا مش حاجه هو كانه انجاز. والغريب ان النادي الاهلي كان بيزاد عليه فكره الاكثر تتويجا عالميا، اصل انت غير اوروبا وغير الانديه اللي لعبت منافسات في اوروبا، طب ما انت هنا كنت يعني سعيد بالاحصائيه دي بالزبط. يعني منطق متناقض كالعاده.
دي فقرة أبطال على مين أعتقد واضحة للجميع داخليا وخارجيا. نطلع فاصل ونرجع لفقرتنا المحببة ريمونتادا.